لكم على الرايح نسخنا اسموني انا ويلي على ضحك لا والله ما ويلي خلي عندك مالين طوموبيل شوف هرا هرا بلاتي هرا هرا ودي هرا هرا ودي هرا 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 نريد لا شوف معك مشاكل كيعجبني انا دابا بغا ريان راه باقي طايح والله ما على ما زعمت لا واش بغا نحمل لا كيحسب انا ما نعرفش من الحوجه لا شوف شوف الكلب باش كفار واش انت بعدا شفت عندنا اسمع تيتيش عرفنا بلاش كتخاف خصكم تعرفوا واحد القضيه بعدا وقسم بالله وقعت لينا وتيتيش في البيت لقينا سرق الزيت اسمعي لقات تيتي سرق الزيت في البيت وبدات تغوت ربي اللي خلقها فاش جيت دخلت البيت لقيت لقيت راني نقتلو لا تحية لوليدات يا بعدا تحية للمتتبعين ديالنا فين ما كانوا يسمحوا لي على الى الى غوت يسمحوا لي والله ما تنحملو قالك جيبو والله العظيم الى هاد النهار هذا دوزو عليا فرحتي لي ما بين حوايج اقسم بالله حتى نهبل يدخلني الهبل يدخلني ما تنحملش فرصة طلعت تيجيني من واحد الفوبيا شكون سبحان الله مسكينه عاديه ما بها بنتي واش ما بها لا سم لا والو هو فرحته شوف هاد الوالي ما لاش غادي نمشي معكم ولا نحسن انا كاع سرق الزيت تخاف من الفرطه لا عقارب شحال جبت فيهم بديك العشبه اللي تنقدروا تنديروا في القراعي ايوا هما بدي راهم فيهم السم هادوك ايوا المتتبعين ديالنا غنخلي ان شاء الله ام حليمه تعطيكم شي تحيه ومن بعد نقول لكم فين غادي هذا النهار هذا صراحه كلشي فرحان ولكن في الطريق دار وعابيه كون عرفت فرطي تاكل والله لا شي والحسين عافي تيقول ما يخليها عرفتي الشر السلام عليكم وليداتي كي دايرين لاباس عليكم ونتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وليداتي واليوم الجمعه ان شاء الله عليكم مباركه ان شاء الله يا ربي علينا وعليكم يا ربي يا سيدي ايوا دابا رحنا في المدينه داش أزرار هاي أم كثروا عندو الله لا كثروا عليها أمي لا في أزرار يوم الوداع ان شاء الله الزرده الزرده عند حسن ورشيده ان شاء الله حنا المتتبعين ديالنا الكرام غادي ان شاء الله للدار الجديده ان شاء الله وليدات علينا رشيده وحسن يوم الجمعه وحنا غادي نعدو ان شاء الله يا ربي نفوجوا عليهم ان شاء الله ونفوجوك انا ونرجعوا ضروري الوداع ضروري وحفصه اختي حق في الجنه هي مسكينه حفصه راه صايمه انا النهار غديني معاكم وغديين تقتلني في الغداء والله بنتي الا صمتي تبارك الله بنتي الله الحمد لله يا ربي تكون مقبوله يا ربي ان شاء الله يا ربي دعوه تحصى دابا دعي معنا انت حفصه دابا انت ملي صايمه دعي معنا والله الا يسهل الامور يا ربي الله يسهل المصعب على كل واحد ان شاء الله امين 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 نهار الجمعه وغادي نعطي ترشيده ان شاء الله يا ربي دايره كسكسو ولا لا خطيه حتى هي ديما كتفكرنا دابا صافي دابا النهار غادي ندوزو مع النهار في طرح هذا واش فراسكم بعدا واحد القضيه الجيران كيتشكاو مناش منا هكذا اللي كاين اللي قوينا اليوم نمشيو ونمشيو وما لك انا سريان انا كثر تبارك الله وكان بغيو الزرع وكان بغيو الضحكوا النشاط الله يخلينا دائما ضحكين امين بنتي امين وهكا ديما انا المهم خليكم معنا حتى نوصلوا ان شاء الله يا ان شاء الله يا ربي والله ما ننسى فيكم بالله العظيم من ام حليمه وسير لي قال لك ياسين ديرها في الرجاي ونساها وديرها في النساء وترجعها يا ياسين انا ما درت والو انا كنت صايق انا والله ما درت شي حاجه بالله العظيم والله القسم ام حليمه انا كنت تايبربط حدايا انا ما يتحبليش واش كتخاف ام حليمه على ليتها ولكن انا زعما توري غير الان الرايان اقسم بالله العلي العظيم وهاد النهار الجمعه يا امي لا تيحرك لي الريج ما تتقديش بنتي عليهم ما تتقديش ايوا معنا ان شاء الله ايوا الله يحفظكم امي ما بقاش
رشيدة انت كتخافي من الحنوشة و تيتي شعفنا مناش كتخاف مناش اخويا انت ما كتخافش من سرق الزنتية لا وفرطي الطون لا ويلي ويلي يا شو جاتنا في الطريق بدو بدات بصح غليظه وليتي تفرطت في ليه لعبت هذيك ايوا عمك معروف شي صداقه داكشي ما سمعتش مازال ما جاش حسن الجامع هذا والله العظيم الجيران ما تيكونوش بالنهار الصراحه اللي تيخرجوا مع 7 الصباح حتى ل6 العشيه في الثامن الحمد لله بيناتنا واحد الجوره اللي هي زوينه متفاهمين الناس اللي تيقولوا لي رشيده حيدي الصباط من الباب راه الجيران ما يبغيوش صراحه حتى شفتهم هما تيديروا هذا يعني ما يمكنش الصباط ديال برا كتلبسوا برا وغادخلوا داكشي ديال شاهين ولا فين ديال سامحين ما عنديش انا بلا بلاصه فاش غنمشيهم يعني مع الجلج بيطرك عام هما ما تيدخلوش وانا ما كندخلش ومن بيناتنا واحد الاحترام ديروا شي الكوزينه واللي قالوا لي طرونتيني صراحه كيكون ما كيكونوش نهار كامل ما يخليوش الاستاذه واحد الطبيبه خواتها عايشين في دار وحده ما تيكونوش يكونوا في دار عندهم لا اولاد لا المهم غير دروسهم تبارك الله عليهم الناس ديال تحيه كبيره الناس ديال الصحراء الناس ديال ميدلت والرشيديه هما اصول ديال ميدلت صراحة ونعم الأصل والله الكوزينة على أساس أم حليمة بسم الله يا ربي شوفوا الكوكوت مباشرة معكم.
ايوه الفران ها الفران الجديد رشيده بريز عندي ما نسى ديك التليفزيون ايوا راه زوين طبعا دارت لنا شرينا الحصن راه غير ما عقلتوش عليه صافي عاد حليته كان جاب الباك ديال الثلاجه وهذا هذا تبع الهاديه اييه التالي ديال السيره غير هذه الفروقه عليهم لكن الصابون اللي كانت عندنا خلاص في الدار شي حاجه اخرى ما عرفت شنو اللي جمعنا جمعهم هادي هادي جبنا اربعه الحوايج انا عقلت الثلاجه وماكينه الصابون والفران وهذه ماكينه الصابون خاصها عندنا في الدار دير لنا في السطح هنايا حنا دايرينها في السطح مشينا بشي 170 الف وقيلا باش لينا في واحد الكيكه البارحه الحسن صافي اليوم نديرو باسكروت هنا ان شاء الله هو اللي هو ايوا البيض غالي وايلي هادي 30 ريال دابا ديال البيبي 50 ياه حلو هذا خلينا نمشيو نشريو عنده في سوق الحد بعد لكم البيض كله خامج لا كله ضايع لا خويا الحسن زعما ما نديش تقليد ما عرفوش عرفاتو يا خامج صدقنا بعدا نص فيه خامج الله يسمح لي تيكون قدي هاد شحال من واحد قال لك رشيده احفري لها هنايا صراحه ما نقنعاني ما تتبعين بلا ما نضيع هاد الرخامه صح ان شاء الله الا كثر شي مره اخرى نديرو العافيه ديالو زوينه بعدا العافيه ديال هذا مزيانه غزاله والله العظيم العافيه ما عرفاش كنستعملها احسن من دوك الكبار صدقات لا لا عجبتني يعني رشيده انا جبنا في الدار جبنا في الدار شويه صدقات عيانه واخا الماركه ديالها زوينه وغاليه وخايبه شوف تي سير الله وصافي ماشي ديما اخويا الحسن قد يعني حاجه قد ما شريتيها غاليه غتصدق لك حاجة تقدر تشريها غير رخيصة وتصدق لك حنا شنو في يد الله كاينة المرجان وحاجة نسيتو حاجة أخرى التلفازة سيرة تا هي عطاوها لينا تا هذا عرفتي بقى في البيت اللي ديال رجب وحسن البارح مع الهضرة عرفتي عطاونا المهم 170 ألف ولا مليون مليون واخا لا مليون باش جبناها 174 174 ألف ريال جبنا فيها هذاك اللعيبة فوق الدوش ونسيت تتفكرت دابا تقريبا عامين ما كنستعملهاش من سميتو من العرس ديالك لا من الاسبوع ديال رايان مشات ديال تشرين فورتاج ديال ايوا صافي المهم كنسمع شي مناسبه وقلت له الحسن شنو جا لينا في هذا الباك قال لي ما نعرف خمسه الحوايج ولا ولكن هما نفعوا الحمد لله يعني شريناهم في الله وما صدقوا الحمد لله عمرنا وقدم لنا نبيعوا الحاجه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حتى الوفيره دارت ورشيده هنا يقراوا الدراري صاحي الوفيره درنا في الثلاجه يعطيكم الصحه صاحبي مزيان كاين دوش ركبوا حسن تاع هو هنا يعطيكم الصحه مزيان المهم غتبقاو معنا بموجه الطعيمه ديالنا صافي شوفوها كيس خاطر كوكو تعطينا كرة شيدة مزيانة؟ والله إلا زوينة خويا بزاف الناس قالوا لك راه ما كيصدقوش أنا بعدا ما تشكيتيش منها في هاد الأيام ما شتمنى غير الخير أحسن غير الخير دابا غنديرو قرعة ديالنا هاكا وطيلة ما طيب القرعة ويجي حسن صافي إن شاء الله يكون الطعام ديالنا واجد وكلشي طايب خلاص كانت الصابون خدام رشيدة لا؟ واعرة غادي جبناها واعرة رشيدة صخات زوينة 10 كيلو ولا شحال؟ 10 كيلو ثمنها واخا شوية طالع ولي شنو مشى 94 ريال ديك الساعة واش نعرفها ولا 100 114 ريال 114 ريال المهم زدتها بربعة عاقلة أنا ساعة فاش مشينا 114 المهم عطوش الطعيمة ديالنا شوف المكاتب الحسن كنت كنجهز ديك الطبقة اللي في الوسط ديك الوقيتة قبل ما تجوج نتايا كنت نقول نعمروها نعمرو جبت الماكينة ديال الصابون وخلاص شرينا هاد الباك ديك المرة ملي ما كتاوش تما المهم هاد النهار ان شاء الله في الفيديو ديالك رشيد غادي نهديو لك واحد الهدية رائعة ان شاء الله هادي هذيك وتا للمتتبعين شي حاجه اللي زوونه ان شاء الله شاركوها على قناه ولد ام حليمه يخليكم اخويا صراحه غير وجودكم معايا اكبر هديه الله يحفظك اختي رشيده بارك الله فيك طيب كبر بيك غادي نبكي لا لا ما تقلقيش انا عاد قلنا يمكن راه وصلناكم لا لا كيفاش تكونوا معايا ديما الصراحه جلست غير يومين بوحدي البارح واليوم وكنحس بالقنط والله تنقولوا الحسن يلا نطلعوا ايوا دابا الولاد رشيده كما كنشوفوا
دابا حتى القرايه يعني صغيره تامي كاين هاد ليكول هنايا مساك وكان سيدي هضره ما يكونش هادشي كامل مع مالك كنزيد نشجعها شويه باش تزيد يعني كندير لها شويه السواح راكم مع اللغه الفرنسيه باش يعني دابا شي تقصوا عليهم بزاف الحوايج كنشوف مالك تبارك الله كتقول لي الاستاذه هاد بنت كانت خرج علميه ما غتخرج لا فرنسي لا عربيه عندها غير مع الحساب تبارك الله جد والضرب كتحفظوا بواحد الطريقه ما شاء الله عليها دابا اللي فيها الخير غادي يولي كلشي بالانجلي دابا كيصعبوا عليهم شي شويه تيركزوا لهم دابا على الانجلي والمهم بقاو معنا بموجود ان شاء الله الفيديو ديالنا غادي نرجع لكم وتبين لنا فيه معنا لميت الطعام عرفتي الريحه ديال شهاد نحفظها مع صيمان ولا غادي للمكان والله وي والله هذا الشيء ما كان بكل روح رياضيه كل روح رياضيه لا لا والله يا روح مريحه ايوا ما تخليش خليك تخطو ما تخليش طلعوا مفرشوا في السطح وانا كلو تما باش صافي الريحه تما ولا الا تقولنا طلعنا للسطح عندك فرشتي ما كانش جيني ديك البيطره مفرشه راه تما الدراري ركدي اختي من الدراري والله يلا بقاو معنا متابعينا الاوفياء نرجعوا لكم في اخر الختام ان شاء الله صافي واش دا موجوده ولا واش الحصه شي حاجه بعدا ها حفصه خلي شويه الخير موجود شحال غتاكل حفصه وغنعطي للجيران وغنخلي الانس ما هو كلشي راه كيفصل والله كلشي وصلنا والله العظيم بصراحه الطعام غزال وشكرا رشيده النهار اللي جمعتنا اش بقى رشيده ديما تجمعنا فاش نلقاو رشيده دايره شي بلاكه غير جعوا شنو بغيتي شنو بغيتي اسمع شنو بغيتي نم 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 هيا تاتا هاد السر ديالنا كان محطوط يا سلام السعادة السعادة المطلقة كاين واحد هدية عليك اختي رشيدة الصراحة رائعة عليك والمتتبعين هدية كتسوى 1,020,000 ريال 1,060,000 ريال تقريبا شي بيت نعس لا انا دابا الهدية ليك والمتتبعين ديالك الصراحة هادي اللي هادشي غادي نديرو ياك حتى المتتبعين مزيان ها انتم المتتبعين ديالنا غادي نجيب المغرفه باش نسكي يا سلام الصراحه دايره هنايا مع هاد القرعه هادي دايره الزبيب يا فرشه تعجبني انا الحلاوه والمالح الحلو والمالح يعني تخلطوا هكا ها القصيره ديالنا وراه الله وجده 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 وليده مي اش عندنا الوالده اختي مغيره كنتي مع خوت ما كنجيو للدار عرفتي كتقولك مرتاحه جا النعاس ما صافي اختي مغيره في الكوزينه الرائعه الصراحه داكشي اللي كان اختي تيتي والله العظيم ونتمنى ان شاء الله ما نكونش كنشوف اختي كيديري واحد جوج لايف من تما غير انت قصعيها هذه ياكل فيها دوار انا تبارك الله قصعيها ياكل فيها دوار خلي امتي غير شويه الحبصه راها صايمه وعمك ان شاء الله ودريره هي ودير امتي شويه الجيره الله يرضي عليك واخا ما غايجيوش دابا خليهم الحق ديالهم المهم الوالده رسالات ختام شنو غادي يقول لهم المتابعين ان شاء الله في راسهم والله يرضي عليكم وتهلاو في راسكم والله ينوركم والله يسعدكم فاش كان الوالده دابا سكن في عصر الصحه تبارك الله العظيم غزاله ومفوجه والله يفوجها على وليداتي وفوجها على الجميع ان شاء الله يلا مع السلامه الى فيديو قادم وشكرا للجميع انتظروا المفاجاه وهذه رشيده وحسن باي باي عليكم